ويحافظ عليها خاصة بالضبط. يدخل يلقاها نظيف يخليه نظيف. خاطر البحر ما هوش معناها سلة مهملات باش تجي أنت محمل بالمأكولات والمشروبات وتروح فيها. لا يزم اللي جبته تهزه معك. سيدي حبيت نسأل سؤال آخر في الاتجاه هذا. في العادة في كل عام تخرجوا النقاط السوداء متاع الشواطئ التي لا يمكن الاستحمام فيها ما يتعومش معناها. شنية قديش عددها الشواطئ هذه وين موجودة بالنسبة لتونس الكبرى وين خاصة لاحظنا منذ سنوات أنه شواطئ الضاحية الجنوبية ما عادش تعوم جملة وأيضا زاد حتى في الضاحية الشمالية ثم جزء منها ولا غير صالح ولا غير قابل للاستحمام. به هذه نحكيه على نوعية مياه السباحة ونحكيهش على معناه الجانب الرملي متاع الشاطئ ولكن نحكو على نوعية المياه. نوعية المياه هي القائمة هذه تخرجها وزارة الصحة اللي هي عندها 570 نقطة متاع أخذ عينات تأخذهم على طول السنة وتجينا في آخر شهر ماي أول شهر جوان تهبط القائمة هذه. القائمة هذه عم ناول فيها 29 شاطئ منهم يظهر لي 17 ولا في الضاحية الجنوبية. المشكلة في المناطق هذه اللي هي أكثريتها مصبات أودية. المصبات أودية ما تعرف الأودية شنو تنجم تهبط تبدأ تجي من بعيد وأي رجي يتحط في الواد ولا أي حاجة تهبط في 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 أدنى مستوى اللي هو سطح البحر الواد يهبط غادي. وبالنسبة للضاحية الجنوبية فيها منطقة صناعية فيها بورت رادس فيها سنترال متاع ستيك فيها واد مليان وما أدراك ما واد مليان. دونك بالطبيعة باش تكون هي أكثر بلاصة معناها أكبر نقطة سوداء في الشريط الساحلي. وقاعدين حسب ما سمعنا احنا فما لوناس قاعدة باش تعمل مشروع كما اللي عملوه في كانال الخليج يعملوا انيميسير بثمانية كيلومتر يولي الوادي هاي الرجيم تاعو يعملوا في الأعماق معناها وقتها تمنع المنطقة الكل وإن شاء الله ترجع بوردوما معنا مش قريب هذا باش ترجع ديما مربوطة بالإمكانيات المادية ديما خاطر هذه راهي أي تدخل على الشريط الساحلي راهو تقنيات مكلفة ومكلفة جدا. معناها علاش قبيلة احنا حكينا على أهمية الكثبان الرملية خاطر راك تنحي الكثبان الرملية باش ترجع هذيك راك معناها ما تتخيلش التكلفة متاعها اللي هي باهظة وباهظة جدا. واحنا بلادنا ما زلت ما عندهاش ان شاء الله نهار اخر تولي عندنا ما عندناش الامكانيات الكبيره باش نجمو ندخلوا في البلايص الكل معنا. في كل صائفه يعني انت قلت من بكري وانه عمليه التهيئه وتجهيز الشواطئ تتواصل حتى شهر سبتمبر تقريبا وكانت انطلقت بدايه من شهر ماي قبل انطلاق الموسم الاصطياف يكون العمل يمكن اسهل شويه. ولكن لما ينطلق فعليا عمل الاصطياف وتبدا التوانسه يرتادوا الشواطئ كيفاش تتم العمليه عمليه التهيئه وصيانه الشواطئ بصفه دوريه؟ هي ساعة هي أشغال ماهيش ثابتة في الزمن. معناها أنت تجي تنظف شط من غدوة ترجع له تلقاه مسخ خاطر العباد ارتدت والعباد هذيك علاش هي التدخلات الدورية ومتواصلة على يمكن الوقت يتبدل شوية يعني الوقت تولي في الصباح الباكر معناها مع 6 ل 5 متاع الصباح والمتدخلين يخرجوا 9 متاع الصباح قبل ما يجيوا المصطفين باش يلقاو الشط نظيف. احنا كان جينا ما ندخلوش على طول الصيفه تلقى كميات مهوله جبال من الاوساخ. هو نلاحظه حتى على مواقع التواصل الاجتماعي كل عام انا شخصيا سي نبيل ما نخفيش سرا واني نكتشف شواطئ جديده يعني والعديد من الشباب اللي يستثمروا هذه النقطة للترويج لهذه الشواطئ الجديدة من خلال تنظيم مخيمات وغيره أنشطة ثقافية وكذا. هذا يتم الأمر هذا
يقتصر على نشاط الشباب هذوما، ولا انتم تبدو في بالكم بهالشواطئ ويقع تعهدها بالصيانة وتجهيزها كما يجب، وإلا كيفاش تتم العملية بالضبط؟ هو الشواطئ اللي تحكي عليهم هما شواطئ نسميهم احنا شواطئ طبيعية، خاطر الشواطئ هي فما شواطئ عمرانية معنا موجودة قريبة لمناطق العمران، وفما شواطئ طبيعية فيرج. الفيرج اللي هي حتى نسبة الارتياد الوصول لها صعيب شوية، يعني تبدأ في جبل ولا تبدأ في هذوكم، ما احنا ماذا بينا ما يمشيولهمش لسببين. أول حاجة السبب الأول غياب الحماية، ما فماش حماية، ما تنجمش توصل حماية في حالة حادث لا قدر الله ولا حاجة. ماذا بينا صحيح عندنا برشا مناطق طبيعية ومزيانين وكل شيء، أما واحد يلزم يمشي وين فما تجهيزات، وين فما حماية مدنية، وين فما كل شيء متوفر يبدأ موجود. يعني ما فماش علاش باش تمشي المناطق نائية ولا مناطق جبلية وتعوم بعد لا قدر الله تصير حادث وما يلقاوش حتى كيفاش يمنعوه. فهمتني؟ هذا من ناحية. الناحية الثانية الشواطئ هذيك نحبوا نخليوها فيغس باش ما يدخلش ما يصيب الهيش اللي صار للشواطئ الأخرى، اللي هو خاطر هي تبدأ حتى من ناحية طبيعية حساسة، نسميها مناطق حساسة احنا. مثلا تبدأ غابة ولا حاجة، ماذا بيك ما تخليها ليكيليب ناتوريل متاعها، خاطر وقت باش يوليو يمشيو لها المصطفين، باش يولي جهة سكن، باش يولي جهة تولي العباد تحب تسكن غادي، وتولي وكل شيء يتبدل ونرجعوا لنفس المعبوكه معناها نتاع الفوضى. صحيح. هات نحكيو ايضا في استغلال الشواطئ بالنسبه للشباب، ان نعرفوا انه يصير في كل عام استغلال الشواطئ، ونحكيو على استثمار. كيفاش تتم العمليات وكيفاش تضبط؟ هي واضحه الحكايه، فما لجنه تنتظم في الوكالة، هي ساعة يلزم يتصب مطلب في الوكالة، عنده الأجل اختتام أجل قبول المطالب هو 31 مارس من كل سنة، ويظهر لي يبدأوا في أول جانفي، معناها من أول جانفي ل 31 مارس تصير المطالب متاع الاستغلال الفضائيات، الاستغلال الفضائيات اللي هو نسميه احنا اشغال وقتي للملك عموم بحري. الاشغال وقتي للملك عموم بحري يتصب كل واحد فما وثائق مطلوبه موجوده على الموقع الرسمي متاع الوكاله، يوفر المطلوب تتعدى، حتى كان ما وفرش المطلوب تتعدى على اللجنه هذه. اللجنه هذه مكونه من 10 وزارات، رئيس الحكومة، وزارة المالية، وزارة البيئة، لابا، الوزارات الكل تعطي رأيها في الملفات هذه، واللي مستوفى الشروط ويعطيوها. هو انطلقت، يعني الموافقات تمت من المفترض. تو فما الليجان قاعدة تنعقد ما كملوش، فما اللي كملت الليجان نتاعهم اللي ما تعرفش. عارف سألتك سي نبيل لأنه تشكيات من العديد من المواطنين من التجاوزات ومن الدخلاء أيضا، يقول لك وإن جيني إنسان ما عنده حتى صفة ويبدأ يعطي في أوامر ويعطل في العائلات ويفرض في شروطه ويصير فيها تجاوزات كبيرة. هو الإشكالية شنو اللي صار؟ هو فما تجاوزات موجودة ما ننفيوهاش، أما الإشكالية اللي ولات البلديات هي بدها تاخذ في رخصة إشغال وقتي، والبلديات كما نعرفوا تكري بالبتات، معناها تمشي تعمل بتة وميوزو فخون، والميوزو فخون هذاك يشد ياخذ الموقع اللي أعطته له البلدية اللي هي واخذة رخصة من الوكالة. تمشي البلدية تفوت فيه لصالح الغير مقابل كان سوتوريتون البلدية تولي معنا بلي تمويل البلديات إيه. لكن سمحني سي نبيل، خاطر في كان يحكي شهاب في الواقع ساعات تهز الباراسول متاعك باش تحطه يجي لاخر مولا قهوة ولا مولا ريستورون ما يخليكش، يقولك ابعد هذه زون ويولي يتحول كأنه ملكية خاصة، هذاك المشكلة اشغال خاص معناها، ويخلي حتى حد من المصطفين اللي غير مترددين على الفضاء متاعه اللي على الشط ما يخليكش. أيضا ثم حاجة أخرى لاحظناها
في على الشطوط في الفتره الاخرانيه من عرش التدخل نتاع لابال ولا لا، هي البناء على الملك العمومي البحري وعدم التدخل بقوه للناس هذوما المتجاوزين فيه سواء من طرف لابال ولا من الجهات الاداريه الاخرى. شنو اللي تعملوا قاعدين تعملوا فيه انتم الفتره الاخرانيه؟ يعطيك الصحه، هذوما زوز مواضيع معناها مهمين على الاخر. الموضوع الاولاني هو العباد اللي تاخذ تكري الشط وتمنع الناس الاخرين من انهم يحطوا لي باراسول نتاعهم وكل شيء. توا في المناطق السياحيه مفهومه الحكايه، نعرف النزل هذاك نتاعو، نزل مش نتاعو اللي هو متاع الدولة. ايه؟ أما من نواحي أمنية مع لقد اللي بعد علينا اللي صار لنا في سوسة واحد من نواحي أمنية نقبلوها يا خوي، زون متاع وطيل مش لازم تدخل لها، امشي ابعد منا ولا منا وعم على روح. واضح. الأخرين تجاوزات، هذيك اسمها تجاوزات، هذيك لازمها ردع من الحارس البحري، من أعوان الوكالة كيبدأوا على الميدان، من أعوان الوكالة الوطنية لحماية المحيط، اللي متدخلين الكل عشرة ساحن، من أعوان البلدية، الترتيب البلدية، هذا كل يلزمنا نقاوموا الاستغلال المفرط للشارع ساحن. وحتى كي نعطيه احنا في رخص الإشغال الوقتي ما نعطيهوش شط كامل، راه نعطيه منطقة صغيرة ونخليه منطقة كبيرة للمصطفين. معناها حتى المصطف زاد انت مش لازم تمشي في وسط الباراسولات نتاع واحد عنده طواول واحد، امشي بحذاه، مش لازم فما خاطر عباد تقول لك لا نحب نعوم قدامه الواش قدامه، معناها حتى انت زاد صحيح نتفاهموا بعضنا نفس شوي. نفس الشط عوم بحذاه، اما ما عندوش حق يمنعك باش تعوم في الشط، هذاك ممنوع. بالنسبة للنقطة الثانية نتاع البنايات، هذه هي معضلة كيفاش يقولوها، معناها معضلة كبيرة اللي هي إزالة المخلفات الموجودة على الملك العموم البحري. هذه خاطر لابال ما عندهاش الموية باش تزيل. لابال ترفع المخلفات تحيل على وكيل الجمهورية وتحيل على البلدية والسيد الوالي متاع الجهة، تعطيهم قرار إزالة معناها، والتنفيذ يرجع للسيد الوالي على طريق البلدي ما يرجعش للوكالة، ونسبة التنفيذ راهي ضعيفة ياسر. صحيح، هذا هو اللي قاعد يلاحظ ضعيفة فيه. ضعيفة بطريقة كبيرة. يلزم الدولة بكل بلابال بالدولة الكل، راهو هذاك كما حكينا قبيلة، راهو اللي يبني غادي، راهو اللي ديقال يعملهم ما يتعوضوش، راهو ما يتعوضوش، راهو في كما حكينا حتى في الأوف قبيلة، راهو من ضمن وسائل الحماية هو الركول استراتيجيك، الابتعاد. في اسبانيا عملوها، اسبانيا اش عملوا؟ طيحوا زون كبيره ووخروا 150 متر. ماذاك ما تتشريش في القانون تاع تونس زاد 150 متر. لا هذاك السيرفيتود، هذاك منطقه الارتفاق. منطقه الارتفاق هي مش 150. الحد نتاع الملك عموم بحري كي تبدا منطقه عمرانيه، منطقه الارتفاق هي 25 متر. 25 ايش معناها؟ عندك الحق تملك فيها وما عندكش حق تبناها، معناها تملكها ما تبنيهاش. وبالنسبه للمناطق الطبيعيه الفيرج معناها اللي ما فيهاش مثال تاهي عمرانيه، هذيك 100 متر منطقه الارتفاق تملك فيها وما عندكش حق تبني فيها. هذا هو الفرق بين المناطق الزوز. اما احنا تو نحكيو على نسب التنفيذ اللي هي ضعيفه ياسر، يلزم الضرب بيد من حديد على المخالفين، خاطر هذاك لا يزي هو ملك الدولة، وهذاك مستقبل الأجيال القادمة متاع تونس. إيه معناها أنتم كي ترفعوا، سامحني شيء، كي ترفعوا مخالفات وتزوها لهياكل التنفيذ وما تنفذش كاو تسكتوا أنتم؟ احنا ديما تقعد لنا هذيك المخالفة ديما، على خاطر أنا شفت تدخلات في شاطئ من شواطئ ولاية بنزرت رفراف، لا لا رفراف أخت سوسة حمام سوسة، رفراف جاوا تدخلوا معناها عملوا عملية هكا من برا لبرا، معناها في السور ولا في غيره وتعداوا، معناها شفتها جاوا تدخلوا صحيح، أما من برا لبرا هكا يعمل السور ويعمل حاجة هكا صغيرة، هنا جينا وهني واحد وجات وسائل الإعلام وتعداوا وكاو. هذاك علاش تبقى المخالفة قائمة وتبقى، وهذه ما نحبش نقول فيها تدخلات ولا فيها ناس ما تتمسش، لكن موجودة كما كنت أنت حكيت وحدك سوسة وحمام سوسة وغيرها، ولات حتى شواطئ خاصة للعائلات اللي تملك غادي، ويسكر حتى على المصطفين مش تعدى على ساقيه، مش باش أي صحيح. هذا هو اللي معناه، هذا يلزم تنفيذ بيد من حديد، هذاك ملك الدولة ملك الشعب التونسي،
ما فماش علاش واحد يتعدى على ملك الدولة. التنفيذ يزمو يتم، انا نتمنى نوصلوا النهار ننفذوا 100% مش 20 ولا 15%. انا باش نرجع بك شويه في علاقه بالتلوث البحري. رئيس الجمهورية كان أدى الزيارة في شهر أفريل تحديدا إلى مدينة الحمامات وعاين التلوث البحري الكبير، تفاعلا مع هذه الزيارة، لأنه اللي لفت لي الانتباه رئيس الجمهورية وأنه ما يحدث هو كارثة بأتم معنى الكلمة، وقالوا أنه هذه جريمة نكراء في حق الحمامات والمدن الساحلية الأخرى، وعاين رفقة ولية الجهة وضعية برج الحمامات، وتساءل عن دور وكالة حماية التراث في العناية بهذا المعلم التاريخي وغيره. تفاعلا مع هذه الزيارة شنو تم بالضبط فيما يتعلق بالتلوث البحري في الحمامات وفي غير الحمامات؟ بون، اللي يهمنا احنا مش تلوث المياه، التلوث المياه عنده الأسباب متاعه كما حكينا، اللي هما ليرجي، هو سمى حتى لوناس وغير لوناس اللي بجي كلوندستان وكل شيء. احنا لابال عندنا التغذية الشط هذيك بريمال، عدت الوكالة توا صفقة باش تنطلق قريبا لتغذية الشط هذيك بريمال، وبحول الله المنطقة هذيك باش تتبدل معناها ويرجع الشط، معناها الشط عريض و وينجموا يعموا فيه العباد. بالضبط. أما حكيت التلوث المياه يلزم، هي واضحة تلوث المياه نحي السبب يبطل العجب. والتآكل أي أيضا التآكل. التآكل هذا هو جاوبتك على التآكل. أنا قلت لك عدينا صفقة لتغذية الشط هذاك بالمياه وباش ينطلقوا في الانجاز قريب. صحيح تعديت على اللجنه الوزاريه معنا بعد الصيف هذا باش يعم في لا 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 في وسط جوان باش نبداو باش نبداو نحطوا المال وسط جوان. معناها الصيف هذه المصطفين في خليج الحمامات باش يلقاو وتم اكساء معناها بكميات اخرى من الرمال باش يعرض التغذية باش نغذيو الشط هذاك بالرمال في بانطلاقا من وسط شهر جوان. سي نبيل، لما سالتك من بكري فما نقطه حبيت نستوضح منك. قلت انه البلديات متداخله في العمليه في اسناد تراخيص الاستغلال لعدد من الشواطئ. يقول القائل اللي يسمع فينا تو البلديه لما تعطي تراخيص يعني الامر اصبح موكول لها، فهي من المفترض ان تتعهد هي بالتهيئه وبالصيانه الشواطئ وبتنظيفها، وبالتالي طالما ان هي اخذت استفادت اي طالما ان هي مستفيده واخذت المشروع برمته فهي تتولها بالتنظيف وكل ما الى ذلك. الامر هذا يرجع بالنظر للبلديه ولا كيفاش يتم التنسيق معاكم وكيفاش تتم العمليه بالضبط؟ هو احنا اللي نعملوا فيه مساهمه في دعم المجهود البلدي، خاطر المهمه التنظيف اليوميه ترجع للبلديات ما ترجعش للوكاله. الوكاله حتى كان نشوفوا معناها القانون نتاع الاحداث تاع الوكاله ما فيش تنظيف شواطئ. اما احنا من عام 99 واحنا نساهموا في تنظيف الشواطئ، بدينا ب 30 شط وتو ولينا حتى وزاره السياحه قالت لنا خذوا الشواطئ نتاعي وهاكم نظفوهم انتوما، معناها خاطر احنا عندنا الخبره وعندنا حتى التجهيزات الخبره في الجستيون نتاع المارشي نتاع الصفقه التصرف في الصفقه، حتى الاثمان اللي نخدموا بهم مازالوا اثمان 2005 راهم، معناها خاطر احنا عندنا خبره في لابيل دوفر ونعرفوا الكو ريال نتاع الخدمة. دونك مازلنا محافظين على مستوى معقول نتاع أثمان، خاطر كان كل بلدية تخدم وحدها باش تلقى اللي نخدموا به احنا 1.8 مليون دينار نخدموا فيه 133 شط على طول الصيف الكل، يتكلف في شط واحد ولا زوج شطوط في بلدية واحدة، خاطر مش كيما مقاول باش يعمل على صفقة فيها برشا شواطئ كما يعمل على صفقة فيها زوز شطوط ولا ثلاثة. صحيح. هو إلى حد الآن تدخلاتكم كوكالة على مستوى تهيئة الشريط الساحلي ولا تهيئة الشواطئ للاصطياف خاصة، ثماش في عقبات قاعدين تلقاو فيهم
كل عام قاعدين يتجدوا والسلطة ما هيش تتدخل باش تعاونكم كوكالة وكأعوان الوكالة اللي تهيئة الشواطئ باش يلقاها التونسي وغير التونسي كما قال شهاب قبيلة اللي يجي باش يتمتع بالشواطئ متاعنا تيل 3 أشهر صيف ولا غيره. شنية الصعوبات اللي قاعدين تلقاو فيهم تتكرر من عام إلى آخر وما تصلحتش؟ الوعي متاع المستفيدين. الوعي متاع المستفيدين هو أكبر عائق تعترضه الوكالة وحتى أي متدخل على الشط. خاطر أنت تبذل في مجهود مثلا فما عميل تالي حطينا حاويات على الـ على الـ الشاطئ على الشاطئ في 133 شط هذوما حطينا كل 50 متر وحاوية اشتراهم ما لقيناهمش تهزوا. وعندكمش انتوما في البرنامج نتاعكم تاع التدخلات جانب لحملات التحسيس والتواصل مع المواطنين سواء في وسائل الاعلام التقليديه ولا على وسائل وسائط التواصل الاجتماعي باش تمويل عمليه التوعيه والتحسيس للناس هذوما للمستفيدين اللي هما في اغلبهم توانسه وتربوا على الحاجات هذوما وينجموا يغيروا من سلوكاتهم على الشواطئ؟ خاطر الصائف المصطاف نتاع عام 80 ماهوش المصطاف نتاع عام 2020 و2024. شنو الومضات ولا الحملات التحسيسيه اللي قمتوا بها ولا برمجتوش باش تعملوا حاجات من نوع هذايا؟ فما حمله انطلقت هي اسمها شواطئنا مسؤولياتنا، تلقاوي حتى اللافيش نتاعها على الصفحه نتاع وزاره البيئه والصفحه نتاع الوكاله، وباش تدعم الحمله هذه بحملات ميدانيه بالوكاله واللونجيد معناها الوكاله الوطنيه للتصرف في النفايات، حتى لوناس نتصور باش تصير حاجه على مستوى وزاره البيئه وفيها على طول صائفه في كل مره في شاطئ. وكما عملنا عامين تالي عملنا شرطي مرايا زاد وزارة البيئة عملت برنامج شط مرايا، كل سنة عندنا حملات تحسيسية ميدانية خاصة، خاطر مش كيما تعمل في الإذاعات ولا كيما تكون على الميدان وتخاطب المصطاف بصفة مباشرة. إيه شاركتوش مثلا المجتمع المدني معاكم في الاتجاه هذا؟ فما جمعيات ويدخلوا جمعيات للتوعية والتحسيس ويهبطوا معاكم مثلا الكشافة الوطنية مثلا ولا المصايف والجوليات ولا غيرهم من المنظمات اللي تنجم تعاونكم في الاتجاه هذا، تربية الأسرة ولا غيره، أنا نقول هكا بالاسم، لكن أنتم ما عملتوش علاقات شراكة مع المجتمع المدني ولا حتى مع المؤسسات الاقتصادية في إطار دورها المجتمعي ولا وظائفها المجتمعية؟ الجمعيات شاركت وزارة البيئة بالجمعيات معروفة وموجودة من عديد السنوات. دونك ما بالعكس احنا حتى الكشافة التونسية من أهم الشركاء في العمل التحسيسي ونعملوا عليهم ياسر الكشافة الوطنية، خاطرهم كي يحطوا يخدموا بالحق ويعملوا معناها فولونتير بالكدا ويخدموا بالكدا. دونك الحملات موجودين، ما عنديش ما البرامج بالضبط توا ما نجمش نعطيهم لك، اما موجودين وديما معناها سيستيماتيك في وزاره البيئه ديما موجوده برامج تحسيس. والسلوكات هذه الخايبه نتاع بعض المواطنين مش الكل بينسير على الشواطئ نتاعنا في تونس، هل تقويت الظاهره ولا قاعده تتقلص ويتحسن السلوك التونسي على الشواطئ بعد الحملات وغيرها؟ والله احنا ديما نقولوا شويه وفئه ماهمش فئه برشا، ماهمش فئه صغيره، الناس التوانسه يدخل معناها قليل، بالعكس قليل في الشواطئ المهيئه معناها قليل اللي حافظ على الشاطئ الساحلي، المهيئه يحافظ عليها مولاها اللي يسترزق منها وينظفها، اما العباد اللي تمشي ترتات تتصرف تقول عليها. شكرا جزيلا سي نبيل المختار رئيس مصلحة تهيئة وتجهيز الشواطئ بوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي على كل ما أفدتنا به، يعطيك الصحة وربي يوفقكم جميعا. يعيشك يعطيك الصحة، وإن شاء الله تونس ديما بخير، وإن شاء الله
التوانسة يحافظوا على شواطئ تونس. شكرا جزيلا، يعطيك الصحة، بالتمنيات بالنجاح وتوفيق أيضا لأبنائنا اللي يجتازوا الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا. كعلش معنا مباشرة عبر الهاتف سيدة وزيرة التربية سلوى العباسي. سيدة الوزيرة مرحبا بك على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. مرحبا وصباح الخير. صباح الأنوار، كيف كان اليوم الأول من الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا إلى حد هذه اللحظة تو منتصف النهار و54 دقيقة؟ والله أنا تو حسب الأبد إيجابية جدا. أنا نفسي زرت مجموعة من المؤسسات في أريانا وفي ولاية بنزرت، والحقيقة كل الاستعدادات متوفرة، أبنائنا يجتازوا في الامتحان في أكمل الظروف، وكل العاملين بهذه المراكز في كامل استعداداتهم وتجندهم وطنيتهم المعهودة فيها. هل تم تسجيل بعض المخالفات، بعض الإخلالات، بعض التجاوزات اللي وصلتكم السيد الوزيرة؟ نعم، هو قبل انطلاق البكالوريا وقع القبض على عديد شبكات المورطة في بيع الأجهزة الإلكترونية. وأيضا فما تلامذة للأسف مورطين، فما عن البارح برك طفلة في جهة من الجهات مشيت المستشفى لإزالة الآلة الدقيقة سماعة توضع في الأذن، واليوم زاد في بعض الجهات قاعدة توصل لي الحالات، فما حالة غش وقع التفطن لها. لكن بربي خليني نقول حاجة للتوانسة وللعائلات ولأبنائنا، هذه حرب، حرب ضد البكالوريا وضد الدولة التونسية ومصداقية شهادتها الوطنية. نحب نطمن كل المترشحين، لن ينجح إلا من يستحق النجاح، وما نحبش الشبكات الإجرامية هذه وبعض الأبناء اللي وقع تغرير بهم يمسوا من مصداقية امتحاناتنا اللي هي فوق كل الشبهات، واللي هي محصنة بيداغوجيا وتعليميا ومعرفيا وتقويميا. ثم التلميذ نعاود نقول، من يستحق النجاح سينجح، من لا يستحق لن ينجح وسيعاقب. لماذا؟ لأنه الامتحانات إضافة إلى كونها محصنة من الداخل في آليات صناعتها وإجراء الامتحان، فما تحسين آخر لازم الرأي العام يعرفه، اللي التلامذة اللي معناتها يتلقاو إملاء خارجي بوسيلة إلكترونية أو يتورطوا في الغش، فما عنا لجان الإصلاح التي بالمرصاد واللي فيها خبرات بيداغوجية سواء من المصححين أو رؤساء اللجان من المتفقدين. فحتى شكون نقولوا احنا تمكن من معناتها انه يحصل على املاء خارجي من بالسماعات هذه، من بعد ورقة الامتحان ستوضع على المحك وستكون هناك مصفات قاسية جدا. نعم، ومدام موجودة معنا سيدة الوزيرة، لو تحكينا على طبيعة العقوبات، وأيضا بلغنا وأنه فيه تسريب لامتحان الفلسفة شفناها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيفاش باش تتصرف الوزارة مع هذا الأمر؟ بالنسبة للعقوبات واضحة ومعروفة، معناتها من عام إلى 5 سنوات، والحرمان من التسجيل في المدارس العمومية، وتنجم توصل حتى للسجن في بعض الحالات. لكن ما يسرب على صفحات التواصل الاجتماعي هو مش تسريب بكالوريا بالمفهوم فويت، معناتها مش الباك التسريب، كي الباك تخرج قبل انطلاق الامتحان بالضبط. أما كي تخرج المواضيع تنشر بعد دقائق أو 20 دقيقة، كما اليوم مثلا بعد 20 دقيقة. هذا يراو عادي، مش معناتها أن نهون فيه ولا نبسط فيه، لا، هو قاعد يتم سنويا، معناتها بحكم تطور هذه الوسائل. أي الوزارة كيفاش بتتصرف مع الموضوع؟ لا، أنا خليني نقولها بكل صراحة، القضية مش قضية وزارة التربية فقط، هذه قضية دولة، لازم الدولة التونسية ونحن على مشارف محطة إصلاحية مصيرية نقولها ونعاود، لازم أول حاجة تأمين الفضاء السيبرني، تأمين دولة بغلق الصفحات بشكل مبكر، وهذا يتطلب تظافر من عدة أجهزة من الدولة، لأنه احنا قاعدين عاملين لجان تتقصي لهذه الصفحات وهذه الحسابات،
ومعنا زادة وزارة داخلية مشكورة وراوريت اللي هبط الامتحان راو النجم بعد دقيقة دقيقتين يلقى فرقة أمنية قدام الدار يعني باش يعرف رواحهم علاش قادمين. ثم لازم التعامل مع الشركات الاتصالية زادة لازم فما مع تأمن اتصالي الشركات اللي قاعدين متاع الهواتف يفترض انها في اتفاقيتها مجددا مع الدولة التونسية تمضي على بند انه نقولوا احنا بالدرجة متاعنا المفهومة المبسطة تطيح الريزو نهار الامتحان. اذا كان ما عملناش هذا تولي عملية محاصرة هذه الحسابات عملية معقدة والناس تعرفها راهو الفيسبوك ولا غيره ماهوش تحت رقابة الدولة التونسية تحت رقابة باعثيه وترجع البلدان أجنبية فإنه صفحة تفتح ليلة الباك ولا نهار الباك مش سهل باش معناتها احنا نسكروها صحيح. لكن شو نقول؟ نقول السلاح التربوي هو الذي سيمنع هذا الغش المستقبلي ثاني يتاخذ بعض الجهات وهذا ما سنعلن عنه بعد البكالوريا إن شاء الله ولازم الناس تعرف هناك جهات صفر غش فهمت منيش باش نذكرها توا أما جهات هذه موجودة على كامل تراب الجمهورية في الشمال في الوسط في الساحل في الجنوب من يؤمن امتحاناتنا ومصداقية شهائدنا هي الأسرة والقيم والتربية. وانت تحكي على امتحاناتنا السيدة الوزيرة أنا استغل وجودك معنا ماذا بشأن بقية المواعيد مواعيد الامتحانات الوطنية اليوم نحكيه على دورة رئيسية لامتحان البكالوريا باقي المواعيد هي المواعيد جاهزة وطبعا الجهوزية وزارة التربية تكون منذ بداية السنة في إعداد الاختبارات على مستوى جهوي ثم على مستوى وطني ثم الطباعة وتأمين الإيصال إلى كل وحمد الله وصلت ما فماش حوادث ما فما حتى إشكال كل المراكز تشتغل بصورة سليمة مؤمنة مجهزة وأصحاب الاحتياجات الخصوصية عندهم إجراءاتهم الاستثنائية عدد المراقبين كافي وأكثر وزيادة سنة منعنا الهاتف على الجميع أنا شفت بعض المراكز معناتها أسدتنا الأفاضل وكل العاملين بالمراكز سلموا هواتفهم وأغلقت في ظروف وهذا الكل سليم لكن بتقعد ديما الحالات هذه موجودة ما لم نصلح المنظومة واحد وإصلاح المنظومة إصلاح قيمي أولا هذا نعاود ونقول شنو اللي يخلي يجيها حتى تلميذ ما يجرؤ على حمل الهاتف ولا أنه يغش لأنه يعتبر الغش جريمة وشيء منافي لثقافة وتربيته وشنو يخلي تلميذ آخر والديه نقولها لأولياء مساهمين يا أخي احنا تلمذتنا عنده قدرة أنه يبدأ عنده 600 و700 دينار مين هذا صح. على الأولياء أن يراقبوا أبنائهم وأن يساعدونا في التربية السليمة ومجابهة نعاود نقول الامتحان لن يربك والبكالوريا ستبقى نافعة وشهادة وطنية ودولية معترف بها في العالم ومازال تونس لباس ووزارة التربية لن تربك أيضا وسنواصل عملنا إلى آخر رمق واللي ينجح في الباكرة ويتأكد راك ناجح باستحقاق ما فماش نجاح بالكيس هذا هو وأنا ما نجمش تكون سيدة وزيرة التربية معنا وما نسألهاش على الاستشارة الوطنية وين وصلت بالضبط بالنسبة للاستشارة الوطنية ختمت توجت ومخرجاتها فقط يجب أن يقع تفريغها بمقاربة إحصائية بمنهجية تحليل المعطيات وتحليل البيانات لكن احنا الإشكال طوالي نصارح به الرأي العام فما متون إصلاحية أو نقولوا احنا وثائق ونصوص إصلاحية تراكمت على ما يزيد عن 10 سنوات وفما تجارب إصلاحية نجحت إلى حد ما كانت معقوصة كانت مغلوطة ثم شتات من المقاربات ومن الرؤى والمتدخلين الحل كان سياسي واضح ونشكر سيادة رئيس الجمهورية عندما أصر على أنه يكون عنا مؤسسة أو هيئة دستورية جامعة مانعة تلم كل هذا الشتات
وتوجهه في اتجاه سلطة تقريرية، وهذا مذكور في الدستور أنها تبدي الرأي في الخطط التربوية الكبرى اللي تتعلق بالتعليم، التربية والتعليم والتعليم العالي والتكوين والتشغيل. فننتظر أنه هذا المجلس يشرع في عمله ويجمع كل هذه المادة وينظمها ويهيكلها باش يقدم تصور استراتيجي إصلاحي. مع هذا هناك مبادرات إصلاحية شرعنا فيها في إطار الممكن والمعقول والوجيز والعاجل، خاطر عندي سنة دراسية على الأبواب، منها التسريع في تسوية الملفات الاجتماعية العالقة اللي في ذات صلة بكل العاملين في مجال التدريس سواء المتعاقدين الأساتذة أو المعلمين، صرف مستحقاتهم، حتى كان فما ناس مازالت ما خلصتش راني نتابع فيها يوميا. وتوبر كنت في معهد في أريانا وقال لي سيد مدير عام شؤون مالية في الوزارة سيئة، قال لي العشية بعد نهارين تتصرف، قاعدين نتبعوا فيهم. بالنسبة لأعوان التأثير ومتابعة الاتفاقات السابقة بطبيعة الحال، نعم، في إطار استمرارية المؤسسات، أي أما مش الاتفاقات كما هي. فما اتفاقات ستتغير وستعدل بضوء الراهن، خاطر الاتفاقات السابقة راهو فيها هنات احنا ما خديناهاش كما هي، يعني حولناها في إطار سياسة تفاوضية الكلمة العليا فيها للدولة ولوزارة التربية. ثم بالنسبة لما يمس التلميذ مباشرة من البرامج، عنا خطة محكمة ووجيزة ودقيقة في اتجاه تطوير تعليمية اللغات والرياضيات بدءا بالابتدائي. هو في الحقيقة السيدة الوزيرة المواضيع عديدة جدا، أنا مش نسألك سؤال دقيق وواضح يحتمل إجابة دقيقة وواضحة، وأنا أعول على صراحتك الحقيقة. وقتاش نجم تكون حاضرة معنا في الاستوديو حتى نتطارح مع بعضنا كل المواضيع بأكثر تفصيل؟ لأنه أنا حبيت نشكرك أنك في أمام هذا الضغط الكبير كنت حاضرة معنا بالهاتف، ولكن هذا لا يكفي أمام الطلبات متاع السادة المستمعين أنك تكون حاضرة معنا في مرفق وطني عمومي هو الإذاعة الوطنية وفي برنامج اسمه المشهد الآن. إن شاء الله بعد البكالوريا بعد ما تصدر النتائج ونقدموا أكثر، تخرج قاعدة البيانات لأنها أغلقت تحيين يوم 5 جوان، تكون عندي أرقام واضحة ونجم نبلي بها ولا أتردد ولا أتلكأ في الحقائق. وبعدها قائمة الألف إن شاء الله باش تخدم في السيف قبل العودة المدرسية، وفما إصلاحات تخص التنظيمات البيداغوجية والأهرامات والجداول كل هذا. وأحسن وسيلة لهذا التمشي هو الرقمنة، لأن الرقمنة تقينا عديد الشبهات وعديد العراقيل. سيدة الوزيرة، نخلي لك كلمة الختام لكل الإطار التربوي ولعموم التوانسة. نقول لتونس بلد المعرفة مجتمع التربية وستظل كذلك، ولن نتراجع إلى الوراء بل سنتقدم، وسيكون الإصلاح التربوي المنشود الكبير هذه السنة إن شاء الله أعيد بهذا ونفسده وبتكاتف الجهود، لأنه الإصلاح التربوي مش إصلاح شخص ولا وزارة، هو إصلاح دولة ومجتمع، وكل المربين متعطشون لإدلاء بآرائهم والإسهام بجهودهم الفكرية البيداغوجية الميدانية. وإن شاء الله التوفيق يحالف كل أبنائنا، ونعاود ونقول البكالوريا لن تسقط في أي فخ من الغش أو غير ذلك، وستظل بعيدة عن كل الشبهات، شهادة وطنية دولية معترف بها. أمين يا رب العالمين. شكرا جزيلا وزيرة التربية سيدة سلوى العباسي على كل ما أفتنا به، في انتظار وأن تكون حاضرة معنا في الاستوديو. شكرا جزيلا. هكا نوصل إلى ختمة هذا العدد من برنامج المشهد الآن. بعد قليل زميلنا ياسين الفغالي في تأمين نشرة الأخبار في موعد استثنائي. مشكورين مرة أخرى على المتابعة. ربي بقي ستر على تونس، إلى اللقاء. كل يوم من 11 الماضي ساعة المشهد